الدكتورة نميرة نجم أحد أعضاء الفريق القانوني للدفاع عن الفلسطينيين، معي من غانا من أكرا. سعادة السفيرة مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. يعني حضرتك، احنا بنتكلم على القضية الفلسطينية الحاضر الغائب في كل المنتديات العالمية، يعني اطلعين على آخر الموقف القانوني في المحكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية والقانون الدولي جراء هذه الهجمات التي تقوم بها إسرائيل على المواطن الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. يعني احنا نبدأ بالرأي الاستشاري الذي صدر بالأمس من محكمة العدل الدولية، جاء قويا للغاية. كما أشرنا، يجب أن نفصل ما بين ما يحدث على الأرض وبين القانون، لأن القانون هو أداة للدفاع عن حقوق الشعوب. خرج علينا الرأي الاستشاري بالتأكيد على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وبقاء إسرائيل على الأراضي المحتلة، يعد فعل خاطئ واستمراره يقتضي تداعيات قانونية ليس فقط على إسرائيل ولكن كذلك على العالم أجمع. وأشارت المحكمة إلى أهمية تعويض الفلسطينيين على الأضرار التي نجمت من جراء كافة الأفعال الخاطئة الإسرائيلية، وعلى دول العالم عدم الاستمرار في دعم إسرائيل في هذا الفعل الخاطئ من جانب. إلى جانب، المحكمة أكدت على خرق إسرائيل ليس فقط حق تقرير مصير ولكن حقوق المشروع الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني. وطالبت من الأمم المتحدة، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، بوضع آليات لإنهاء هذا الاحتلال في أقرب فرصة ممكنة. يعني دكتورة نميرة، يعني هل هناك ما يضمن أن يترجم هذا الرأي القانوني على الأرض؟ يعني من يضمن أن يتم ترجمته وتعويض الفلسطينيين أو وقف إطلاق النار؟ يعني ما هي الجهة الضامنة لهذا؟ هو نحن أمام رأي استشاري خرج من المحكمة، سوف يذهب إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لتنفيذ أو اتخاذ الآليات اللازمة لتنفيذ هذا الرأي الاستشاري، وعلى دول العالم الامتثال له، وإلا هم كذلك سيكونوا داعمين للعمل الخاطئ. أهم ما جاء كذلك في هذا القرار هو أن المحكمة أكدت على أن جميع الأراضي الفلسطينية محتلة بما فيها غزة، وأن أنه يجب النظر في الإقليم الفلسطيني كوحدة واحدة بما فيها القدس الشرقية. فتداعيات الحكم القانونية هامة للغاية، ومن المتوقع استخدامها سياسيا بعد ذلك، سواء في التفاوض أو في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنهاء هذا الاحتلال، ونأمل أن يحدث ذلك في أقرب فرصة ممكن. أشكرك جدا دكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني المدافع عن الفلسطينيين في المحافل الدولية. أهم شيء قالته الدكتورة نميرة الآن هو أنه المحكمة قالت وحدة الإقليم الفلسطيني اللي هو قطاع غزة والضفة الغربية الاثنين وحدة واحدة، لأنه إسرائيل دأبت كثيرا على فصل الضفة عن غزة وكأنه بتخلق واقع جديد. أيضا أنه من ضمن ما قالته الدكتورة نميرة نجم أنه إسرائيل دولة احتلال على كل الأراضي الفلسطينية، وده بيخلق تبعات قانونية على إسرائيل على أنها دولة احتلال. دولة احتلال مسؤولة عن المساعدات، مسؤولة عن العلاج، مسؤولة عن الطعام، مسؤولة عن الجرحى. دولة احتلال مسؤولة وفقا للقانون الدولي على الإقليم اللي بتقوم باحتلاله، واعتراف المجتمع الدولي أن إسرائيل دولة احتلال والإقليم الفلسطيني موحد، أعتقد دي كل دي مكاسب للقضية الفلسطينية.